قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام عام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي لجهوده في مكافحة الجوع ومساهمته في تحسين ظروف السلام في المناطق المتضررة من النزاعات ولقيامه بدور القوة الدافعة لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحروب والصراعات. وفي نهاية عام 2019 اندلعت جائحة كوفيد-19 ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني عالمياً، وفي بعض البلدان التي تعاني من مزيج من الصراعات العنيفة والأوبئة فقد ارتفع عدد الذين يعيشون على شفا المجاعة بشكل حاد. وفي مواجهة جائحة كوفيد-19 أظهر برنامج الأغذية العالمي قدرة مبهرة على تكثيف جهوده، كما صرحت المنظمة إلى أن يحين اليوم الذي سنحصل فيه على لقاح، فإن الغذاء هو أفضل لقاح ضد الفوضى.